بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون لطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. حابين نطمن حضرتك عن اخبار الطقس، خاصه ان كان في شبوره مائيه كثيفه هذا الصباح واحنا جايين في الطريق كده من الساعه 4 الصبح، كانت شبوره قويه جدا. يعني احنا اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحراره واستمرار التقلبات الجويه اللي بنشهدها منذ امس واول امس. احنا شاهدنا طبعا سقوط امطار كان متفاوت الشده على شمال البلاد. اليوم متوقع استمرار يعني تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، وخاصه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا كتل هوائيه شماليه رطبه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتخلينا نحس بالانخفاض في درجات الحراره خلال فترات النهار، بالاضافه كمان ان الكتل اللي جايه من جنوب اوروبا منخفضه في درجات حرارتها. فعشان كده احنا خلال فتره النهار هنحس بالطقس الشتوي اللطيف تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد. اجواء معتدله على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، لكن مع الغياب التام لاشعه الشمس ودخول فترات الليل وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ، الصغرى بتوصل ل 13 درجه مئويه على القاهره الكبرى، واجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه. العظمى خلال فترات النهار على القاهره الكبرى هتكون 19 درجه مئوية، ودي أعلى درجة حرارة هنسجلها على مدار اليوم. بالإضافة كمان طبعا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويمكن بدأ بالفعل تساقط الأمطار على الإسكندرية الآن، الأمطار اليوم هتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، يعني على مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، كمان هتمتد لدمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي كلها تشهد سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة. الأمطار هتتقدم للمناطق الداخلية وتكون أمطار خفيفة المتوسطة متوسطة على بعض المناطق من سيناء. هل الأمطار دي هتمتد للقاهرة الكبرى كمان؟ اليوم فرص الأمطار على القاهرة الكبرى هيكون ضعيف جدا، مفيش أي فرص إن شاء الله على القاهرة الكبرى، لكن متوقع غدا استمرار سقوط الأمطار، ومتوقع غدا تمتد للقاهرة الكبرى والمناطق الداخلية. فإحنا لسه مستمرين في الحالة الجوية دي لحد إن شاء الله يوم الاثنين القادم، مع استمرار كمان انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل على مدار الأسبوع كله. بالنسبه لتكون الشبوره المائيه، يمكن الشبوره المائيه خلال 48 ساعه القادمه ان شاء الله تاثيرها مش هيكون بالشكل الكبير، لكن التاثير الكبير هيكون من يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، لان هنبدا الاجواء تستقر نوعا ما، وتبدا الشبوره المائيه الكثيفه في التكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. زي ما حضرتك قلتي في الاول، مع تكون الشبوره المائيه الكثيف بيكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. عشان كده مهم جدا ننصح قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، لازم القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور أثناء أي ظاهرة جوية ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، تساقط الأمطار أو حتى الشبورة المائية. طيب بالنسبة حضرتك بتقولي في تساقط أمطار على السواحل الشمالية، بالنسبة وهتمتد لسينا، هل في حالة البحار في أي اضطرابات، ولا كمان فرصة الملاحة البحرية قوية؟ يعني على الملاحه البحريه على البحر المتوسط هتكون معتدله، ارتفاع الامواج هيكون ما بين 1.5 الى 2 متر، ونقدر نقول هو مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن ارتفاع البحر الاحمر او ارتفاع الامواج على البحر الاحمر هيكون ما بين 2 الى 2.5 متر، فنقدر نقول البحر معتدل الى مضطرب، يعني الاضطراب هيكون في عمق البحر الاحمر، فاحنا نخلي بالنا من اضطراب حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر. هل في انخفاض اكثر في درجات الحراره خلال الاسبوع، يعني خاصه ان احنا يعني ايام قريبه بتفصلنا عن بدايه السنه والكريسماس، ويمكن الاجواء بتبقى بارده جدا في التوقيت ده؟
مزيد من الانخفاض خلال فترات النهار خاصة على القاهرة الكبرى. لا، متوسط درجات الحرارة إن شاء الله هيتراوح ما بين بالكثير 18 ل 20 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل ممكن نشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل، لأن ممكن درجات الحرارة الصغرى تنخفض وتوصل ل 12 درجة مئوية خلال فترة الليل. هنحس بالبرودة أكتر خلال فترات الليل، خاصة إن إحنا أحيانا بنلاحظ وجود نشاط نسبي للرياح خلينا نحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعة اليومية دكتورة منى الغانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة والعظمى 19، الصغرى 13، العاصمة الإدارية 20 14، الإسكندرية 18 14، العلمين الجديدة 18 14، مطروح 18 14، دمياط 21 14، بورسعيد 20 13، الإسماعيلية 20 12، السويس 19 13، العريش 20 14، كاترين 19 4، طابة 18 15، حلايب 24 18، شلاتين 25 16، شرم الشيخ 23 16، الغردقة 22 16، الفيوم 19 14، بني سويف 19 13، الوادي الجديد 23 13، أسيوط 20 10، سوهاج 20 11، قناة 22 13، الأقصر 22 14، أخيرا أسوان 23 14. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن بنأكد مرة تانية عن توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات متأخرة من الليل وصباح الباكر، خاصة طوال الأسبوع، لأن في شبورة مائية كثيفة ويمكن هتزيد شدتها في يوم الثلاثاء القادم. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.